Okay, the part two of chapter 7, we are going to talk about the steam tables, how to use the steam tables, okay? And we're gonna solve several questions, examples 7.5 and 7.61 and 7.63, okay? خلينا نبلش بموضوع التابلز, the steam tables اللي هي من اسمها steam tables بس related للwater, not anything else. حكينا إذا بدنا نحسب الإنثالبي والinternal energy لother materials اللي هو موضوع chapter 8. اوكي خلينا هلا اول شيء نتطلع التابلز. انا في عندي 3 مين تابلز راح استخدمهم اللي هم B5 B6 وB7. B5 وB6 they are the same, اوكي, بس الديفرنس انه بالاكس اكسس او بالفيرست كولوم انا عندي هون التمبريتشر ريليتد للبريشر, بعدين انا عندي هون البريشر ريليتد للتمبريتشر. اذا ما لقيت الفاليوز تبعوني موجوده هون ممكن الاقيها هون, اذا ما لقيتها ممكن اجد الاقيها هون. راح اطول منهم 3 مين ثينجز اللي هم الانترنال انرجي والسبيسيفيك انترنال انرجي وسبيسيفيك فوليوم سبيسيفيك انثالبي, كلهم اذا بتشايفين اليونت تبعتهم كيلو جول, كيلو جول بير كيلوغرام, واليونت للبريشر عندي هون بار وهون التمبريتشر بالديجري سيلسيوس. البي 5 والبي 6 هذول ساتوريتد ستيم, للساتوريتد ستيم او ساتوريتد ليكويد. بدي انتبه لشغله كثير ضروريه اللي هي حكينا عنها او بتعرفوها انتو بالشابتر 6, شو يعني ساتوريتد اذا متذكرين اللي هو هذا الدياجرام. اوكي بس طبعا ما ببلش من هون بس يعني هيك اجا هون, كان انا في عندي السوليد وهون الليكويد وهون الفيبر. ننتبه انه فيبر مش غاز, الغاز far beyond الفيبر, بكون بهاي الجهة هذا اللي عندي غاز. حكينا انه هذا بكون عندي هون saturated line between liquid and vapor, هون saturated line between solid and vapor, هون عندي saturated line between solid and liquid, أو كنا نسميه equilibrium line. هون كان أنا في عندي ال pressure وهون كان في عندي ال temperature. شو يعني saturated again؟ إنه على هذا ال line بكون أنا عندي between liquid وال vapor, رح نصير نحكي عن saturated steam. بمعنى انه انا at the same time ممكن يكون انا عندي liquid and vapor, okay. مثلا او خلينا نفهمها من هلا لما نيجي ندخل على موضوع chapter 8 بالنسبة how to calculate الانثالبيز او internal energies, اللي هي موضوع changing للphase اللي هو انا بهتم فيه لما ينتقل عندي من liquid لvapor او من vapor لliquid. يس هذا هو اللاين أنا بهتم فيه. طيب لما أو لما أكون عندي هاي البوينت وأنا أزيد التمبريتشر at specific أو constant pressure, أوكي, راح يكون أنا في عندي بدخل بمرحلة الفيبر اللي هي بتكون super heated. هاي معناها super heated إنه أنا at the same pressure أنا سخنت اللي هو الاشي اللي انا عندي اياه اللي هو هلا في هاي الحاله chapter 7 هو الووتر, فهو بكون انا في هاي هون سوبر هيتد. اذا انا بردت اوكي ات ا كونستانت بريشر بكون انا عندي سوبر كولد ليكويد. اجين نفس الاشي ممكن انه انا من هون اني ازيد البريشر ات كونستانت تمبريتشر ادخل بالسوبر كولد, او ممكن انزل البريشر وادخل بالسوبر هيتد. فيس هدول هم موضوع البي 5 والبي 6. نيجي لموضوع البي 7, هو again super heated يعني بهاي المنطقة أنا بهمني, أوكي, يعني لما أوصل الساتوريتد برضو بعمل further heating عشان أدخل أنا بالسوبر هيت situation. طبعا أنا في عندي هون البي 7 هذا ممكن إن أطول منه الداتا الموجودة بي 5 وبي 6. كيف؟ في عندي هون بالفيرست كولوم في عندي البريشر بالبار, وفي عندي تحتيها دائما كل بريشر في عندي تحتي التمبريتشر, عندي تحتي ايش التمبريتشر ساتوريتد تمبريتشر. يعني اذا اخذت انا 1 بار تقريبا راح يكون الساتوريتد تمبريتشر اللي هي 100 ديجري سيلسيوس اللي هي البوينت للووتر.
الموجودة أنا عندي هون اللي هي normal boiling point. ليش سميناها normal boiling point؟ هيك نعمل revision، لأنه at one atmosphere temperature saturated بتكون 100 degrees Celsius تقريبا، طبعا هي 99 بس يعني تقريبا 100 degrees Celsius. بكون أنا في عندي هون للsaturated، لموضوع saturated برضو في عندي الانثالبي at saturation والinternal والspecific volume في حالة saturation بكون أنا في عندي هون. طبعا رح تلاقوا إذا نزلتوا لتحت أكتر أو قلبتوا الصفحة لأنه هم 2 pages الـ B7 التابل B7 رح تلاقوا أنه الـ values للـ saturated أنا عندي 0 ما عندي. ليش؟ لأنه فعليا أنا الـ temperatures الموجودين هون أنا already في حالة الـ saturated superheat عفوا، أنا في حالة superheat، فمستحيل أني أكون بالـ superheated أو saturated position. بدي ننتبه لشغلة، إنه أني تابل في الدنيا إلو ريفرنس، إحنا هون Elemental Principles of Chemical Engineering اللي هو ماخد من بيريز أكثر إشي من بيريز هاندبوك، ريفرنس لستيم تابلز اللي هو التريبل بوينت اللي هو التمبريتشر، مش هاي مش زيرو، التمبريتشر هون أنا بتكون عندي 0.01 ديجري سيليسيوس، والبرشر 0.00611 بار اللي هي again خلينا نرسم للووتر. طبعا الووتر هيك رسمته بفرق عن اللي هو الاذر ماتيريالز، انه هذا اللاين انا عندي شوي رايح للشمال، كل الماتيريالز رايح لليمين. طبعا هاي بسبب ظاهرة شذوذ ما والى اخره، فبتغير شوي صغيرة من البروبرتيز بين الايس والليكويد. طيب لما هاي هي التريبل بوينت اللي هي ممكن يكون عندي ليكويد وسوليد وفيبر ات ذا سيم تايم، الكونديشنز لهم هون 0.00611 بار، وهون انا في عندي بتكون 0.01 تقريبا ديجري سيليسيوس. فهاي هي الريفرنس، لانه حكينا انا ما مستحيل الاقي اكزاكت فاليو للانترنال انرجي او للانثالبي، مستحيل الاقي اكزاكت فاليو. دائما انا فعليا موجودين بالستيم تابلز اللي هم دلتا اتش، يعني related to a certain reference. اوكي فانا الريفرنس تبعي اللي هو 0.0661 بار and 0.01 degree Celsius. عشان هيك لو لاحظتوا وشفتوا تابلز B5 وB6 او B7، دوروا على هدول الكونديشنز راح تلاقوا التمبريتشر والانثالبي والانترنال انرجي ايكوال زيرو. ليش؟ لانهم من نفس الريفرنس، من نفس، لانه هو نفسه الفاليو للريفرنس، فراح يكون انا في عندي الدلتا يو والدلتا اتش ايكوالز تو زيرو ات الريفرنس بوينت. هاي نقطه كتير مهمه بتشابتر 8 انه نعرف الريفرنس تبعي لما انا اطلع فاليو، وتكون هاي الفاليو at the same condition as الـ reference اللي أنا اخترته equals to zero. طيب نحل هلا اللي هو example 753 اللي هو page، خلينا نشوف أنا عندي page 329 بحكي لي steam. اوكي يعني انا في عندي بالفيبر فيز ستيم ات 10 بار ابسوليوت، بدي انتبه انه البريشر دائما اني اشتغله بالابسوليوت فاليو، اذا كان جيج اني احوله دايركت لابسوليوت. ستيم ات 10 بار ابسوليوت ويذ 190 ديجري سيليسيوس اوف سوبر هيت. كلمه اوف سوبر هيت هاي بتذكرني بشيء بالشابتر 6 اللي هو الديجري اوف سوبر هيت. شو معنى degree of superheat؟ يعني أنا لما أوصل، أنا كنت ماشي 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 وصلت لإيش saturated position ورديت سخنت 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 سخنت. The difference between هاي الفاينل phase أنا عندي لحد saturation، the difference بيناتهم هاي هي إيش degree of superheat. بمعنى أنا فعلياً ما عندي الـ temperature اللي عندي مش 190 degree Celsius، لا هي 190 plus saturated temperature at 10 bar. فأول إشي بروح بعمله، بروح على steam table، بروح بدي أختار أنا table B5 ولا B6. لا أكيد رح أختار B6 لأنه أنا معي اللي هو الـ pressure، بدي أطلع الـ temperature تبعته. فأنا at 10 bar
Okay, it T set and عندي equals to 180 degree Celsius. ففعليا ال actual temperature هون بتصفي أنا عندي بالنهاية اللي هي 180 plus 190 equals to 370 degree Celsius. Okay. المهم is fed to a turbine. هاي أنا عندي turbine at a rate of عندي mass flow rate equals 2000 sorry kilogram per hour. The turbine operation is adiabatic, يعني which means أنا عندي Q equals to zero. Okay, and the effluent is saturated steam at 1 bar. فدايركت ريحني بدل saturated steam هي 1 bar. Temperature لإله من خلال table B6 بروح بطلع إنه temperature equals to 99 أو ممكن حطها 100 degrees Celsius. Okay. هلا بغض النظر استفدت من هاي المعلومة أو لا، لازم we have to define الستريمز هون من خلال البرشر والتمبرتشر. إذا متذكرين لما كنا نحكي بالشابتر 5 أو سوري بالشابتر 4 بالماتيريال بالانس، إنه عشان يكون ديفايند لازم يكون عندي اللي هو الماس أو المولز، ولازم يكون برضو عندي اللي هم المول فراكشنز أو الماس فراكشنز. هون أنا بالإنرجي بالانس لازم يكون التمبرتشر والبرشر موجودين عندي، طبعا الماس فلوريت ضروري يكون موجود إذا بدي أحسب سبيسيفيك انثالبي أو specific internal energy. طيب calculate the work output. بدنا الwork الoutput من هذا الحكي. خلينا نعمل energy balance. أنا في عندي أول إشي delta H لأنه open system. okay في عندي in في عندي out. delta H equal plus delta E potential plus delta E kinetics equals to Q minus W. خلينا نصفر الشغلات. انا ادياباتيك معناته هاي عندي زيرو، عندي الكاينتيك انرجي ما في عندي موفينج بارس، وفيش عندي بوتنشن انرجي، فهدول بشطبهم الا اذا حكالي انه مثلا ديامتر لهذا. هلا رح نشوف الاذر اكزامبل، ممكن يعطيني الديامتر للبايب بعرف انه بده كاينتيك انرجي، او ممكن في ديفرنس بالاليفيشن بين تو بايبس الانبوت والاوتبوت، فبرضه هاي بتكون في عندي بوتنشال انرجي، بس هلا في هاي الحاله في عندي زيرو. فضل انا عندي دلتا اتش ايكوالز تو ماينس دبليو. خلينا نشوف اللي هي دلتا اتش اللي هي عباره عن اتش اوت ماينس اتش ان. طبعا فعليا summation انا بحط summation of out minus summation of n، بس لانه انا عندي هون بس one stream هون one stream، ففيش داعي اني احط summation sign لهم equals minus w. خلينا اول شيء نحسب نطلع ال h out. بروح على table b6 على at 1 bar and temperature 100 degrees Celsius. بدي اطلع انا اللي هو ال h، فبتطلع معي specific enthalpy. ال specific enthalpy هون بتطلع عندي اللي هي بالاوتبوت احنا شغالين يس 1 بار وساتوريتد تطلع 2675 كيلو جول بير كيلوغرام. اوكي وانا عندي هون هذا التابل بما انه سوبر هيت، معناته لازم اروح على تابل بي 7. اوكي بروح على 10 بار وبمشي بمشي 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 ل اللي هي التمبريتشر اللي هي 370. طيب خلينا نوقف هون لهاي المعلومه كثير ضروريه. هلا لو انا رحت خلينا نروح على التيبل التيبلز اللي انا عندي اياهم، الكل كمان انتوا روحوا على التيبلز، راح تلاقوا انه الفاليو اكزاكت فاليو ات 370 degree Celsius مش موجودة بالسوبر هيت. فشو لازم اعمل في هاي الحالة؟ لازم اعمل اشي اسمه interpolation. كيف يعني interpolation؟ خلينا ناخدها هيك. اول اشي انا بدي add 10 bar. اوكي؟ بروح على temperature اللي between اللي هي 370 ما رح الاقيها، رح الاقي انا 350 ورح الاقي بعديها بالother page بالnext page اللي هي 400 degree Celsius. شو بعمل؟ بروح على 350 بقرأ كم أنا عندي كم عندي اللي هي ال H at 350
specific enthalpy. بقرأها بتطلع معي اوكي هون 3159. طيب ومن دي 400 راح تطلع عندي اللي هي 3264. هلا بنقدر نعمل assumption, بنقدر نعمل assumption مش assumption, نعمل simple calculation من خلال انه احكي اوكي هاي ماي بلس هاي ديفايدد باي 2, بس يعني it's not the engineering way. اوكي احنا engineers مفروض احنا نتعامل مع الانتربوليشن والاكسترابوليشن. فانا في عندي 370 between 350 and 400 degrees Celsius. فهي كيف ممكن اعملها by interpolation؟ كيف بدي اعمل interpolation؟ 400 minus 350 over 400 minus 370 equals to at 400 عندي انا الانثالبي 346 minus هون انا عندي الانثالبي 159 over 3264 minus x من طول x تقريبا x by interpolation. خلينا نشوف كم راح تطلع معنا هون. اوكي بتطلع معنا 3201 كيلو جول بير كيلو جرام. فهي السبيسيفيك انثالبي ات 370. طيب انا اللي عندي هون سبيسيفيك انثالبي يعني كيلو جول بير مول, بس انا الاتش الموجوده هون اللي هي عباره عن كيلو جول بس لحالها. فكيف بدي اخلص من هذا الحكي؟ طيب انا بعرف انه الدلتا اتش اوكي هي عباره عن سبيسيفيك انثالبي تايمز الام, سبيسيفيك انثالبي تايمز الام. هاي مبينه يعني اذا بدي اخلص من الكيلوغرام لازم اضربها بالماس. فهاي ممكن انه اروح اعمل اللي هو اتش انثالبي اوت ماينس اتش انثالبي ان اوكي تايمز ام ايكوالز تو ماينس دبليو. هاي لو بدنا نحلها دايركت انه بيطلع عندي 3 اوت اللي هون 2675 minus 3210 okay times mass اللي هو عندي 200 kilogram per hour. بدي انتبه انه kilogram per hour ولازم يكون per second, فلازم هذا الحكي كله احوله ل per second. بالنهاية بتطلع معي minus w equals to minus 292 kilowatt, معناته الwork 292 kilowatt. لو ركزنا هون الساين للwork أنا عندي positive اللي هو done by the system on the surrounding okay, اللي هو turbine أعطاني work, السيستم هو اللي أعطاني الwork. فدايما لما نيجي نطلع الwork أو الheat أو إلى آخره ننتبه لموضوع temperature موضوع الساين عشان نشوف does it make sense or not. الإكزامبل اللي بعدي اللي هو 761, في أنا عندي هالمرة two streams input streams وفي عندي output stream. خلينا نقرأهم بشكل واضح. اوكي في عندي بحكي لي two streams of water, معناته انا التنتين عندي اياهم بالليكويد فيز ماشي. are mixed to form the feed to a boiler, هذا انا عندي boiler. process data are as follows, عندي معطيني هاي المعلومات لكل stream. بنعمل ماتيريال بنس صغير شوي, في انا عندي الانبوت هون 120 هون 175, فاجمعهم مع بعض بتطلع 200 بالاوتبوت 95 كيلو جرام اوف ستيم ووتر ستيم اللي هي طبعا هون بير مينت, وانا عندي ساتوريتد ستيم. في عندي البريشر التمبريتشر هون 30 degree Celsius وهون عندي 65 degree Celsius. طيب من وين بدي اطلع البريشر؟ بنروح على ستيم تيبل صح؟ لا يا حبيبي, ستيم تيبل انا اللي عندي هون مش ساتوريتد, مو ساتوريتد, فيعني
ما بطلع أنا فعليا saturated بريشر، رح أطلع البريشر العادية، أوكي؟ فمنيجي منطلع دايركت من هون من هاي المعلومات اللي موجودة عندنا 30 ديجري سيليسيوس وليكويد ووتر، بروح على التابل بطولها بتطلع عندي ال H الموجودة هون specific enthalpy 125.7 اللي هو بروح أنا على تابل 5 من تابل 5 تابل B5 برضو هاي من تابل B5 لانه انا عندي معروف التمبريتشر، بطلع الاتش الموجوده هون تطلع عندي اللي هي 271.9 كيلو جول بير كيلوغرام. باجي لهذا الموضوع عندي البريشر 17 بار وساتوريتد، بروح على تيبل B6 لانه معروف عندي على البريشر، بيطلع معي الاتش تبعتها 2793. هون معطيني additional information، بيحكي لي the exiting stream أو steam emerges from the boiler through a 6 centimeter internal diameter. هاي ال ID معناها internal diameter، شو معناتها هاي؟ شو بدي أطلع منها؟ E kinetic، kinetic energy. أوكي، بعدين بحكي لي calculate the required heat input to the boiler، معناته أنا بدي أعمل Q، أدخل Q أسخن بالبويلر، أسخن هدول two waters، فبدي أشوف أنا كم بدي heat عشان أطلع بالستيم أطلع 17 بار ويكون كمان saturated. أول شيء منحط دائما منحط الماتيريال أو الانرجي بالانس، أنا عندي Q minus W equals to delta H بلس عندي دلتا اي كاينتكس، اوكي، بلس دلتا اي بوتنشال انرجي. طبعا هون انا عندي شافت وهون نسيت احط الشافت، هو يعني الشافت وورك، هون عندي اس، اوكي، لانه اوبن سيستم. نيجي بدنا نطلع ايش اللي هم الكيو، فخلينا نشوف. اول اشي انا عندي الورك هون زيرو، ليش زيرو؟ لانه فعليا انا ما حركت اشي، يعني هو ما حكى لي انه انا في عندي بمب، أعطاني بورك معين، ما أعطاني أي معلومة عن moving parts أو particles. البوتنشال انرجي هون برضو زيرو، ما في difference بالإليفيشن، ما ذكر لي difference بالإليفيشن. أنتوا شايفين أنه ممكن يكونوا في عندي إليفيشن difference بالرسمة، بس لا، ممكن أنا يكون في عندي مثلا هاي البويلر، أوكي، ممكن يكونوا parallel to each other، two streams يكونوا parallel to each other، فما فيش difference بالإليفيشن. غير هيك إنه هو أصلاً مو معطيني الكينيتك إنرجي، ما حطيتها زيرو. ليش؟ لأنه الانبوت أوكي زيرو، ما أعطاني معلومات عن الكينيتك إنرجي. حتى هو بالسؤال حكي لي إنه neglect الكينيتك إنرجي in the inlet streams، أوكي، بس هو معطيني الدايمتر للأوتبوت ستريم، فمعناته في كينيتك إنرجي، فما بقدر إني أحكي عنها زيرو. والدلتا اتش هيهم هدول موجودين عندي، خلينا نحط هيك نعمل على جنب، نطلع انا عندي الدلتا اتش حكينا اللي هي من خلال السميشن للاتش سبيسيفيك اوت ماينس السميشن للاتش ان كلهم تايمز الام، ماشي. في انا عندي هون هاي اكبر غلط ممكن يسوي الطلاب انه نعمل هيك، يعني انتو كملتوا معي، اوكي، بس هذا حكي غلط. ليش؟ لان الماس مش كونستانت للاوت والان، بمعنى خلينا نشوف الاوت، اوكي، الام للاوت اللي هي 295 تايمز اللي هي السبيسيفيك انثالبي لها 2793، اوكي، هاي لمين؟ للاوت. هلا الان عندي للأولى 120 الماس تبعتها times 125.7 plus الثانية 175 times الانثالبي 271.9، فما بقدر إني أخذ common factor الماس، الماس ما بتتخذ common factor أنا عندي هون. طيب كيلوغرام بير مينت، فلازم أنتبه إنه بدي أحول من كيلوغرام بير مينت لكيلوغرام بير سكند، ماشي. إذا بدي إياها بالوات، إذا بدي إياها بإيش؟ باليونتس تبعت الوات.
بس أنا ما بهمني هلا فعليا إني حوله للوات. فبعد ما أحسب الدفرنس هون أحسب الدلتا إتش هاي بس أعمله دايركت سبستيوشن. هاي حكينا طبعا أنها غلط. تطلع عندي الدلتا إتش 7.61 times 10 to the power 5 كيلو جول بير مينت. طيب مين ضل عندي أنا الكاينتيك إنرجي. كيف بدي أحسب الكاينتيك إنرجي؟ ركزوا معي كثير منيح. هلا الكاينتيك إنرجي أنا بهتم حكينا الكاينتيك إنرجي هي عبارة عن half في m في v2 minus v2 squared minus v1 squared. ما بهمني أنا الv الv1 هاي الـ input streams ما بهمني. فأنا فعليا بس بهمني الـ velocity الموجودة هون. طيب فهي الـ m، الـ m سهلة اللي هي 295. بس من وين بدي ألاقي أنا الـ velocity هاي؟ خلينا هيك نحطها. من وين بدي أنا بدي ألاقي الـ velocity؟ أوكي، لما يجي يعطيني الدايمتر بعرف حكينا إنه لازم أطلع كاينتيك، معناته بدي velocity. طب كيف بدي أطلع الـ velocity؟ من خلال أطلع specific volume للستيم هذا عندي. specific volume على هذا temperature على هاي من table B6 بتطلع عليهم 17 bar و saturated بيطلع أنا عندي اللي هو 0.1166 meter cube per kilogram. طيب منها بدي أطلع الفوليوم، بدي أطلع أنا الفوليومتريك فلوريت. كيف؟ هيا 0.1166 متر كيوب بير كيلوغرام، وأنا بعرف إنه الماس فلوريت عندي 295 كيلوغرام بير مينت. ليش عملت هيك؟ عشان أخلص من هاي ويطلع عندي فوليومتريك فلوريت اللي هو بالنهاية بيطلع عندي 0.1166 times 295 متر كيوب بير مينت اللي هي نفسها اوكي يعني نحسبها على الكالكوليتر 0.1166 times 295 which is equals to 34.4 متر كيوب بير مينت. طيب شو يعني فوليومتريك فلو ريت؟ لو نرجع على chapter 3، لو انا عندي specific pipe اوكي وانا بعرف الاريا لهذا البايب الكروس سكشنال اريا لهذا البايب وضربتها الاريا تايمز الفيلوسيتي راح يعطيني الفوليومتريك فلو ريت. لو تايمز الفيلوسيتي راح يعطيني الفوليومتريك فلو ريت. طب انا عندي الاريا ممكن اطلعها اللي هي الاريا للسيركل باي دي over d squared over 4 تمام اللي هي بالنهاية بتطلع عندي 2.83 times 10 to the power minus 3 meter squared. بدي أطلع أنا الـ velocity من خلال هاي الـ equation. مبين عندي إنه الـ velocity هي الـ volumetric flow rate divided by the area which is 34.4 divided by 2.83 times 10 to the power negative 3 بتطلع بالنهاية عندي 202 متر بير سكند تقريبا. خلينا هنا نجرب 34.4 divided by 2.83 divided by أو times 10 to the power 3 طلع عندي أوكي بير مينت. أوكي بدي اياها بير سكند طبعا لازم احول من هون 61 مينت تعطيني 60 سكند. طيب ليش حولتها لبير سكند؟ عشان انا اليونت تبعتي لما بالكاينتيك انرجي لازم تكون الفيلوسيتي بالمتر بير سكند. ليش؟ عشان اقدر احولها لكيلو جول. طيب بعد ما نطلع هاي نطلع اللي هو هاف تايمز الام اللي هي الماس. انا في عندي الاوتبوت 295 اوكي تايمز الفيلوسيتي سكويرد مع الكونفيرجن. لازم نبين حكينا الكونفيرجن بتطلع عندي 6.02 تايمز 10 تو ذا باور 3 كيلو جول بير
minute. هلا أنا صار في عندي الكينيتيك إنرجي موجودة والإنثالبي موجودة هايهم هاي بلس هاي بتعطيني الكيو وهيك أنا بطلع اللي هو الكيو بالنهاية بتطلع معي 7.67 times 10 to the power 5 kilojoule per minute. هاي الهيت ريكوايرد اني اعطي انا اللي هو البويلر عشان يطلع لي اياه بالكونديشن الاكزيت كونديشن انا بدي اياه. طيب في اكزامبل 762 اللي هو بيج 331 هذا try to solve it simple ما فيه شيء يعني straightforward وسهل. هلا في سؤال كثير بهمني اللي هو example 763 اللي هو page 332 هذا بنحله مع بعض نرسمه مع بعض اللي هو simultaneous material and energy balance. يعني simultaneous material and energy balance يعني أنا ما بقدر إني أحل رح يكون في عندي unknown variables بالmaterial balance ورح يكون في عندي unknown variable بالenergy balance. خلينا نقرأ السؤال وانتوا اقرأوا مع بعض وخلينا نشوف. هلا saturated steam at 1 atmosphere is discharged from a turbine at a rate of 1150 kilogram of per hour. Superheated steam at 300 degrees Celsius and 1 atmosphere is needed as a feed to a heat exchanger to produce it. The turbine discharge stream is mixed with a superheated steam. دائما بهذا الاكزامبل دائما الكل بيلخبط لما يجي يرسم. هم بيشوفوا الرسمة انه انا في عندي two streams داخلين على turbine. هي فعليا مو داخل على توربين. انا في عندي الاول ستريم موجود عندي اللي هو 1150 كيلوغرام of water steam هو discharged from a turbine. يعني انا كان عندي هون توربين اوكي هيو وطلع منه اوكي اللي هو at rate of 1100 كيلوغرام per hour of water vapor اوكي والبرشر عندي 1 اتموسفير اوكي وساتوريتد حكالي ماشي فدايركت بروح على ستيم تيبل بيطلع عندي التمبريتشر ساتوريتد اللي هي 100 ديجري سيلسيوس اوكي هذا انا دخلته على ميكسر. خلينا نكمل السؤال اوكي if the turbine discharge stream is mixed with a superheated steam انا في عندي هون superheated steam هذا superheated stream available from a second source من وين اجى لسه ما بعرف التمبريتشر تبعته 400 ديجري سيلسيوس والبرشر تبعه 1 اتموسفير. طب لو انا حكالي الكونديشنز بس قبل ما اكمل السؤال لو حكالي هدول الكونديشنز من دون ما يحكي لي سوبر هيت بقدر اعرف انه سوبر هيت يس انا بعرف ات 1 اتموسفير مفروض يكون التمبريتشر ساتوريتد 100 ديجري سيلسيوس بس هو further than ال او more than the temperature of saturation اللي هي 400 فانا لو فعليا ممكن يعطيني اياها مش 400 ديجري سيلسيوس ممكن يعطيني اياها 300 اوف سوبر هيت ستيم. طيب دخلوا عندي على ميكسر وهذا الميكسر يونتس اوبريتس اديباتيكلي اوكي اديباتيك اديباتيكلي اوكي كيو ايكوالز تو 0 اوكي شو كمان بده كالكوليت ذا اماونت اوف سوبر هيتد ستيم ات 300 ديجري سيلسيوس برودوسد and the required volumetric flow rate of the 400 degree Celsius. Okay, رح يطلع انا عندي هون amount of superheated steam. هذا برضو رح يطلع عندي superheated. والtemperature تبعه 300 degree Celsius produced and the required volumetric flow rate. Okay. لازم كل stream يكون defined. حكينا. انا في عندي هذا saturated steam. عندي الماس موجودة عندي هون البرشر موجود التمبرتشر موجودة بروح من بطلع ال H direct بتطلع عندي specific enthalpy اللي هي 2676 كيلو جول بير كيلو جرام بطولها من table
B5 أو B6 أو حتى ممكن أطولها من B7. ممكن أطول هاي المعلومة من B7. كيف ممكن أطولها؟ بتطلع على الـ temperature إنه 1 atmosphere أو 1 bar. وبقرأ تحتيها temperature sat وجنبها حكينا اللي هو هون بهاي. ممكن هنا أقرأ أنا saturated steam. بنتبه إنه steam مش water مش liquid. طيب هاي طلعت الاتش هون. باجي على هاي برضو بقدر اني اطلع الاتش. عندي temperature pressure من السوبر هيتد تيبل اللي هو B7. بقرا عندي ال 400 degrees Celsius موجوده فيش حال ما في داعي للانتربوليشن. تطلع 3278 كيلو جول بير كيلوغرام. برضو هون باجي بطلع عليها بلاقي انه 300 degrees Celsius. طيب البريشر عندي كم هون؟ هذا كمان اشي برضو مهم اني اعرفه واني افهم ايش اللي صار انا عندي هون. انا فعليا البريشر ما رح يختلف. ليش؟ انا دخلت على 1 اتموسفير وهون دخلت على 1 اتموسفير. انا بس عملت ميكسينج ما عملت ما في توربين اوكي انه يغير من البريشر اوكي. ما عندي اي شيء تاني حتى يخرب لي البريشر انا عندي اوكي. فهذا شيء كتير مهم. اوكي نيجي لهون بتضل معناته 1 اتموسفير. نيجي بنطلع الانثالبي موجود عندي هون 300 ديجري سيلسيوس 1 اتموسفير من تيبل بي 7 بيطلع عندي 3774 كيلو جول بير كيلوغرام. طيب بكفي قلم اسود. اوكي هون انا ما معروفه الماس فلوريت. هون مو معروف الماس فلوريت فهي ام دوت 1. في عندي هون برضو مو معروف انا عندي الماس فلوريت هي ام دوت. عشان احل هذا الكويستشن خلينا نكتب اول شيء ماتيريال بالانس. انا بعرف انه الانبوتس ايكوالز اوتبوت من ماتيريال بالانس. انا بعرف انه هو 1150 بلس ام دوت 1 ايكوالز تو ام دوت 2. في عندي 2 فاريبلز اوكي. بالانرجي بالانس عندي Q minus W shaft equals to delta H plus delta E potential plus delta E kinetic. ما حكى لي عن moving parts, ما حكى لي diameter, فأنا الكينتيك زيرو والبوتنشال زيرو لأنه ما في difference بالإليفيشن, أو ما ذكر لي أنه في difference بالإليفيشن. بالنسبة للي هو الـ work ما حكالي moving parts, ما حكالي في shafts, ما حكالي في انه مثلا turbine او pump او etc. فهي equals to zero. فانا عندي Q equals to delta H. وحكينا برضو هون عفوا انه adiabatic معناته برضو Q equals zero. فأنا عندي delta H فعليا equals to zero. طب شو يعني delta H؟ اللي هي summation لل H out minus summation لل H in. لما نودي على الجهة الثانية تطلع عندي زي هيك. طب خلينا نحسب لل out نشوف. أنا في عندي specific enthalpy لل out times in mass okay equals to عندي ال n اللي هي اول واحدة 1150 times الانثالبي لها اللي هي 2676 plus اللي هي ال m1 times specific enthalpy لها اللي هي 3278 كيلو جول بير كيلوغرام. لازم ننتبه لليونت دائما نتأكد انه اليونت عندي امورها تمام. بتطلع هاي second equation, هاي first equation, هاي second equation, the two equations with two variables by solving simultaneous equations. Simply بتطلع عندي ال m.1 equals 2240 kilogram per hour. عندي ال m.2 رح تطلع أكيد أكتر, هي
3390 كيلوغرام بير اور. اوكي واخر شيء طلبوا مني اللي هو بده السبيسيفيك فوليوم متريك او الفوليومتريك فلو ريت اوف ذا 400 ديجري سيليسيس. بده هون بدنا احنا نحسب اللي هو الفي دوت سمبلي من خلال اني اطلع انا سبيسيفيك فوليوم ات ذس كونديشن. سبيسيفيك انا فوليوم عندي هون 3.11 متر كيوب بير كيلوغرام. من وين بطولها؟ اجين من تيبل بي 7. كيف بدي اطول انا فعليا؟ سمبلي انه اجي اضرب السبيسيفيك بالماس بعطيني الفوليومتريك فلو ريت. ف 3.11 تايمز الام اللي طلعناها الام 1 هي 2240، بيطلع عندي الجواب 6980 متر كيوب بير اور. اجين خلينا نعمل ريفيجن سريع لشابتر 7. لازم ننتبه لأكثر من شغلة. أول إشي نشوف أنا عندي في عندي moving parts، ما عندي moving parts، open system أو closed system، راح استعمل internal energy ولا specific enthalpy. وأجين حكينا إنه ممكن أنا أطول الداتا من خلال بس table B7، يعني عادي جدا بالإكزام يجي سؤال وبس معاه table B7 ونطول منه الداتا من خلال اللي هو saturation temperature أو saturation بريشر. وبس. If you have any question you can ask me anytime. Good luck.